رجعنا لحضراتكم مرة تانية، بس المرة دي معايا ضيفتي الكريمة الدكتورة أمال البشلاوي، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم في قصر العيني جامعة القاهرة ومستشفى أبو الريش، جاية ومستعدة تجاوب على كل الأسئلة اللي بتشغل حضراتكم بخصوص مرض الأنيميا بطريقة بسيطة تساعدنا إزاي نحمي أطفالنا منها. مساء الخير دكتورة أمال، ومرحب بيك للمرة التانية في الحكيم في بيتك. احنا النهاردة لازم نفهم الناس كل حاجة عن الأنيميا، لأنه مرض مهم جدا زي ما حضرتك قلت لي المرة اللي فاتت. احنا النهاردة عايزين نفهم يعني ايه أنيميا وبتحصل ازاي. أنيميا يعني كمية الهيموجلوبين أو كرة الدم الحمراء الموجودة في جسم الطفل أقل من المعدل الطبيعي، والمعدل الطبيعي مفروض أن الـ WHO حط معدل ليه بالنسبة لسن الأطفال. نقص هذا الهيموجلوبين عن المعدل الطبيعي بينتج عنه خلل في حاجات كتيرة جدا بالنسبة للطفل، لنمو الطفل، لفهم الطفل، لأداء الطفل، كل ده ممكن الأنيميا تأثر عليه. طب ناخدهم حاجة حاجة كده بالنسبة لنموه. بالنسبة لنمو الطفل في وجود الأنيميا، سواء كانت أنيميا جديدة ممكن تأثر على نمو الطفل، يبقى معدل نموه يعني الطول بتاعه والوزن بتاعه بالظبط أقصر من زملائه أو أقرانه اللي في نفس السن. ودي بتبقى حاجة بالنسبة للطفل مش حاجة كويسة، وبالنسبة للأهل بيبقوا قلقانين جدا بالنسبة لهذا. طيب بالنسبة بقى لتحصيله الدراسي، ذكائه، استيعابه، تركيزه، الأنيميا ويمكن عنصر الحديد اللي بيعمل أنيميا برضو مهم جدا للذكاء، لأن في بعض إنزيمات في المخ مهمة جدا للطفل ولاستيعابه مكونها الحديد. فلما الحديد بينقص ممكن جدا ده يأثر على حركة الطفل وعلى استيعابه للدراسة أو استيعابه لحتى الحياة اليومية بالنسبة للطفل. وإحنا نفتكر إن هو عنده شوية تخلف ولا شوية بالزبط. تأخر عقلي، لكن بالزبط. مشكلة شوية حديد. مظبوط. وتلاقي الطفل خامل ما بيجريش ويلعب مع بقية الأطفال، فدي طبعا بتأثر عليه جدا نفسيا ودراسيا. طيب إحنا قلنا في المقدمة إن النسبة تصل إلى قرب النص في أطفال ما قبل المدرسة وحوالي الربع في سن المدرسة. طيب ليه؟ 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 لأن سن ما قبل المدرسة وهو الطفل لسه بيعتمد إنه ياخد اللبن. أيوة. كثير جدا من الأمهات بيتمادوا في إنهم يدوا لبن وبس للطفل لغاية سن سنتين. ونعرف إن اللبن ناقص في الحديد. مظبوط. أيوة. مظبوط، اللبن ناقص جدا في الحديد. أيوة فندم. فاللي بيحصل إن الطفل بيعاني من أنيميا نقص الحديد. أنا فاكرها زي أيام ما كنا بندرس أسد. مظبوط. اللي هي فيتامين ألف وفيتامين سي اللي هو جيم والحديد دي. والحديد وفيتامين دي. فيتامين دي والحديد. والحديد طبعا. طبعا ده مهم جدا جدا. ويمكن كتير من الأمهات تقول لك ما مش الطفل مش عاوز يرضع، ما فيش حاجة اسمها كده، لازم تجربي معاه مرة واثنين وثلاثة. ولازم الأم تعرف إن التكامل الغذائي. أيوة. بالنسبة للطفل. أيوة. مش مهم لبن جدا بس. جدا بالنسبة لي في حاجات لازم بأديها علشان بالزبط. فيتامين دال وعشان بالزبط. الحديد هنقولها كلها دي مهمة جدا. تمام. طيب ايه اكتر انواع الانيميا بقى انتشارا في مصر؟ اولا في انيميا نقص الحديد. أيوة. ودي اكتر انتشارا في الاطفال الرضع وما قبل المدرسة. أيوة. وبرضه في الولاد والبنات الكبار اللي هم بيحبوا يعملوا رجيم ما ياكلوش غير اكل معين، برضه دي ممكن بتنتشر معاهم. انا بلاحظ كمان في سن المراهقه. بالظبط. سن المراهقه بقى في سن المراهقه. في سن المراهقه لان معظم الولاد دول عاوزين يحافظوا على رشاقتهم. ايوه. عاوزين يحافظوا على ما تاكلش. وتقول لك لا انا ما بحبش مثلا اللحمه او المواد اللي فيها الغذاء اللي فيه كميه الحديد موجوده بكميه واللي لازم تاكلها. ما ياكلوش خضروات مثلا. بالزبط. السبانخ والحاجات بالزبط. دي وهي دي فيها حديد. بالزبط. مصدر كويس للحديد. السبانخ وحاجات كتيره في مليانه حديد، لازم الام كمان تبقى حريصه انها تعمل سلطه للطفل. لا لا لا، أو في الاطفال ما بتاكلش سلطه خالص. دي مهمه جدا. السلطه لانها فيها كل العناصر وكل الفيتامينات اللي مش بس للحديد اللي بتساعد على امتصاص الحديد، زي فيتامين سي زي ما حضرتك قلت، فيتامين جيم اللي هو بيساعد على امتصاص الحديد. واو. فلازم يبقى الاكل متنوع ولازم يبقى
الشاب او الشابه حريصه انها تاخد الغذاء اللي فيه العناصر الهامه جدا اللي بتاثر على كل حاجه. ايوه بتاثر حتى الذكاء برضو. أيوة. بياثر عليه، اثر على النمو، اثر على المظهر الخارجي للشاب او الشابه. يعني هو بقى شح بالوجه، بتبقى شكل مش لطيف، مفيش نضاره كده. بالظبط. ومفيش نشاط. ايوه فهي حيوية. تبقى رفيعه زي ما هي عايزه. لكن شكلها مريضه. بالظبط. يبقى فرحتي يعني بالرشاقه يعني. مظبوط. الحياه بتبقى رشاقه غير مطلوبه هنا، لازم يبقى رشاقه مع صحه. طيب طب الاطفال، وانا طبيب اطفال تلميذ حضرتك، بيعرف الطفوله لغايه 18. مظبوط. فاحنا عايزين برضو نلمس كده الحته بتاعه البلوغ، والبنات لما بيبدا يجيهم الدوره الشهريه ويفقدوا دم كل شهر وهم ما بيعوضوهوش بتغذيه كويسه، تخش على الجواز وهي انيميك، وهي عندها انيميا. فالحته دي برضو حضرتك وضحيها لنا في البنات بالذات. البنات خاصة في سن المراهقة وسن اللي هو ممكن يحصل لهم الدورة الشهرية. أيوة. لازم يكونوا حريصين جدا انهم ياخدوا العناصر اللي تعوضهم زي ما سيادتك قلت. الدم اللي هم بيفقدوه كل شهر تبع طبيعة الأنوثة. يعني بتاكل شوية بطاطس محمرة. مظبوط. وحتة شوكولاتاية وتعتبر نفسها اتغدت. مظبوط. ده صح. ده صح وده غلط. لأن كون يجي لها أنيميا او تفقد الدم من غير ما تعوضه، ده بيأثر على حاجات كتير جدا. تخش على الجواز وهي 10 جرام ولا 11 جرام هيموجلوبين، ابنها اللي هيجي ولا طفلها اللي هيجي بعد كده هيبقى انيميا زيها. مظبوط. والحمل. الحمل ده بياخد جزء كبير من المخازن بتاعت الام، من مخازن الام. فلازم تكون داخله على الجواز وداخله على الحاجات الفسيولوجية الطبيعية. وهي في كامل صحتها. كامل صحة. وفي كامل التوصيلة بتاعتها. بتاعت المواد الغذائية المختلفة اللي لازم تبقى حريصة انها تاخدها. من غير ما تتخن. ما بنقولهاش تاكلي نشويات كتير. وهي السلطة والفواكه والحاجات دي هتتخنها في لا ايه؟ مفروض. احنا هنتكلم في الفقرة الغذائية حضرتك على الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله. بس خلينا ننتهز فرصة وجود حضرتك عشان الحاجات المتخصصة بتاعت الانيميا. ماشي. تاني بقى نوع من الانيميا اللي انا عارف انت مهمومة بيه ومشغولة بيه طول الوقت، كلمينا عنه. انيميا البحر المتوسط. ايوه فهمت. الحقيقة انيميا البحر المتوسط منتشرة في مصر. عايز اقول ان اكتر هل عندنا نسب يا دكتور؟ أيوة. ايوه اكتر من 9% من الشعب المصري الطبيعي بيحمل مرض انيميا البحر المتوسط، حامل للمرض وهو لا يدري ان هو حامل جينات وكروموزومات. بالظبط. ويفاجئ الشاب او الشابه من غير ما تعمل فحص قبل الزواج. أيوة. بتعرف اذا كان الاثنين بيحملوا المرض ولا لا، ان عندهم طفل عنده انيميا بحر متوسط. الله يبارك لك يا دكتور امال. قوليها تاني. ده رابع مره في الحكيم في بيتك نجيب سيره فحص ما قبل الزواج. ده مهم جدا. ماله واستلامه جاهز مختوم بفلوس. مظبوط. يعني يطلع ابني عنده انيميا انيميا البحر المتوسط وافضل متعذب بيه عمري كله لاني لم اراعي انا وهي ان احنا نحلل ونعرف احتمالات ان يجي لنا اطفال عندهم هذه الانيميا. مظبوط. لان كتير جدا يعني بتولد كل سنه أكتر من 1400 طفل عنده أنيميا بحر متوسط لكل 1500 طفل بيتولدوا. مليون ونص طفل بيتولدوا. مليون ونص. كمية كبيرة. احنا عندنا في مستشفى أبو ريش حوالي 3000 حالة أنيميا بحر متوسط. والحالات في تزايد لأن مفيش منع انتشار ومفيش برضو التوعية الكافية معلش للجمهور. طيب. ان يعرف ان انيميا البحر المتوسط دي منتشره وان لازم يعمل فحص قبل الزواج. طيب في سؤال اتسال لي بقى اهو، طب افرضي عملوا التحليل واكتشفوا ان هم حاملين للمرض وفي احتمال كبير يجي لهم اولاد عندهم هذه الانيميا، طب يعملوا ايه؟ اولا لو كانوش مرتبطين ببعض فيعني يعني زواج تقليدي يعني. تقليدي. انما لو مرتبطين فهناك حلول كثيره. اولها ان انا اولا نمره واحد ان انا ممكن اعمل فحص للجنين في الشهور في الاسابيع الاولى. أيوة. من الحمل اذا لقيت عنده هذا. بالظبط. اشوفه اذا كان مريض او حامل المرض او سليم. طيب. ده لو كان الام والاب بيحملوا المرض ولازم يتجوزوا. لو لقيته عنده بالظبط. لو لقيته مريض فاحنا بنعمل الفحص ده، وده بحث كبير جدا انتشر في اكبر المجلات الدوريه العالميه اللي احنا عملناه. ممكن ببقى
ممكن دينيا حتى قبل 120 يوم مسموح كان هناك فتوى كبيره ممكن انها ما تكملش الحمل. انهاء الحمل. انما لو كان بيحمل المرض او سليم طبعا تخلي الحمل ماشي كما هو. يستمر. في نقطه مهمه جدا في هذه النقطه، ان لو الام والاب جابوا طفل اوريدي عنده انيميا بحر متوسط وهي حامل بعد كده، ممكن الجنين القادم تعرف اذا كان سليم او لا. لو مش سليم احنا اتكلمنا عنه، ان لو مش سليم ممكن تتخلص دي برضو زبولنا. نقدر نبقى نسأل فيها دكتور امال عشان يعني حته الفتوى الدينيه دي برضو نتاكد منها. دي فتوى واتنشرت في المجله ونلجا لدار الافتاء فيها نلجا لدار الافتاء بالزبط. فيها بس هو حضرتك كملي. ان لو الجنين سليم او بيحمل المرض ومتماثل في الانسجه مع اخوه المريض ممكن لما الجنين ده يكبر ويتولد ممكن اخد خلايا الام بتاعت الحبل السري انقلها لاخوه المريض وبهذه الطريقه ممكن قوي ان انا انقل بقى طفل المريض بقى طفل سليم بعد ما عملنا له عمليه زرع نخاع بالنسبه له او زرع الخلايا الام من خلايا الحبل السري. في الحاله دي الوحده اللي في الريش بتخدم احنا في هذا احنا بنخدم يجوا تعملوا لهم الحاجات دي مظبوط بنعمل. طب بس كل اكمل حاجة. تاني احنا برضو ما وضحناش قوي ايه هي الثلاسيميا، المشكله فين في انيميا البحر المتوسط؟ الثلاسيميا بيبقى الهيموجلوبين اللي بيطلع اللي بيشغل كرات الدم الحمراء بيبقى طالع بكميه قليله لان الجينات الموجوده لا تستطيع انها تطلع الكميه المظبوطه اللي ممكن تمنع فقر الدم او الانيميا عند الطفل اللي هيتولد. يعني الفرق هنا جيني بالظبط ووراثي مش زي انيميا الحديد، فرق تكوين الدم بالظبط ده تكوين الدم، انما ده صناعته نفسها فيها خلل. مظبوط. هنا ده مرض وراثي، هنا ده مرض مكتسب. مكتسب. نتيجة لنقص الحديد. عوامل بيئية وغذائية. بالظبط. بالظبط. وتوعية. بالنسبة لأنيميا البحر المتوسط بيتولد الولد أول ما يتولد بيبقى يمكن مش باين عنه إلا إذا كانت هناك ثلاث أنواع من أنيميا البحر المتوسط. هنتكلم عليها حالا في الفقره الثانيه. بس في تقرير معايا دكتوره امال الحقيقه هنروح نشوف من خلاله ايه اللي الامهات تعرفوا عن مرض الانيميا، عايزين نشوف معلومات الامهات وازاي بيقدروا يكتشفوه وايه اساليبهم في حمايه اطفالهم من المرض ده، وهل الاساليب دي صح ولا غلط. مزبوط. هنشوف التقرير ونعلق عليه ان شاء الله. عن الانيميا هي بتبقى نقص في الحديد، وده ساعات بيبقى فيه عامل وراثي وساعات بيبقى من سوء التغذيه، ان احنا مش بناكل الولاد الحاجات اللي فيها الحديد بالقدر الاحتياج اليومي من الفيتامينات. يعني انا عارف ان هي فقر دم، نقص حديد في الدم، ممكن يكون ناتج بقى عن تغذيه او حاجه مش عارفه. اعرف ان في انيميا الفول اللي هي ان يبقى في اطفال بيبقى عندهم حساسيه الفول، ودي بتبان من عند سنه تقريبا. الاطفال بتاكل فول بيجي لها انيميا، والانيميا بقى العاديه الحديد، لكن مش عارفه ان في انواع تانية. ما سالتش عنها قبل كده لانه الحمد لله ما صادفش ان ولادي تعرضوا لاي حاجه كده غير مره واحده. افتكر يوسف كان طالع له بقع بيضه صغيره في وشه، فكنت قلقانه انه يطلع انيميا، ولما اديته مالتي فيتامينز راحت لوحدها الحمد لله. الاعراض اللي اعرفها عن الانيميا انه بيبقى الطفل عنده زي وهن او كمول او كسلان طول الوقت. اعرف انه بيبقى ضعف شويه، مثلا فقدان تركيز، فقدان للشهيه. الوصفات اللي اعرفها يعني مش للانيميا بس، عامه للاطفال يعني وصفات بقى ماما وجدتي وكده، معلقه عسل كل يوم، العسل الاسود اللي اعرفه انه مفيد جدا للانيميا. بما ان الولاد بيروحوا تمارين ففي وصفات معينه كلنا بنعملها عشان نتفادى انه اصلا يجرى لحد من الولاد كده، زي مثلا قبل التمرين عصير موز باللبن وعسل، ياكلوا كويس بيض خضار. الكباتن بتوع التمرينات كمان بيقولوا لنا دايما على التغذيه كويسه. المصادر الطبية يعني معظم الوقت من الدكتور، لو عندي مشكلة نمرة واحد بكلم دكتور الأطفال بتاع الولاد عندي،
نمرة 2 لو في حد من القرايبي او كده حالة مشابهة بكلمه واشوف خبرته اللي حصل، خدوا أدوية ايه كده، لكن نمرة 1 من دكتور الأطفال كالولاد. في المعلومات الصحية لو لقيت الولاد تعبانين بروح للدكتور والدكتور يعني يقولي عندهم ايه والدواء، بس لازم بعد كده ان انا افتح جوجل واشوف المرض اللي الدكتور قال عليه ده، هو دي الأدوية دي فعلا اللي هياخدها ولا لا، وهياخد وقت قد ايه ويخف، يعني برضو بسيرش وبسأل ان انا ببقى حابة اعرف التشخيص ده كده الدواء بتاعه صح او لا. هي الأعراض المشابهة يعني في كل حاجة، في البرد، في أدوار البرد بتبقى الأعراض مشابهة، لكن في الآخر لما بنروح للدكتور ما بيطلعش هو نفس اللي عندهم. فلو حد جاله أنيميا مش شرط أنه لما يحصل نفس الأعراض تبقى برضو أنيميا، في حاجات كتير منتشرة بين الولاد، فالأفضل دكتور الأطفال هو اللي يحكم، بلاش إحنا نفتي. هتعامل بالدكتور لأن ممكن حضرتك لسه قايلين إن في أنواع من الأنيميا، فلازم أتأكد إن هو الأنيميا اللي عنده دي أنيميا إيه بالظبط، وهي بتاعت أخوه اللي جات له قبل كده أو لأ، علشان أدي العلاج المظبوط.